اليوم ايضا مشاهدين قاعدين نشوف بيوت الفلاونسرز كلها مميزه وكانها يعني استديو تصوير. لين اقتحمت بيت احدى المؤثرات اللي هي اريج نشا شيبي، رائده اعمال وصانعه محتوى متخصصه بالازياء، فخلونا نتابع. يلا خلونا نشوف. صباح الخير. صباح النور. هاي لينو، اهلا وسهلا. اهلا فيكي. واو اريج المكان قديه بيشبهك. قديش عجبتك الالوان وبتشبه لون لبسي؟ انت بتحبي الالوان بس منذر بيحب الاسود. صراحه هذا كان اكبر تشالنج واحنا عم نسوي البيت، لانه منذر كان حابب يحط لي كنبايات جلد اسود وهيك، بس بعد ما شاف الالوان صار يوثق فيه. واضح انه اريج مسيطره. طب اريج وين بتصوري محتواكي؟ شوفي، بالنسبة لتصوير المحتوى هو في عنا جدول حسب الشمس من وين جاي، يعني هون بحب صور بالنهار لأنه بيكون في شمس أكثر، العصر في الغرفة اللي فوق بيكون داخل الشمس، إحنا وين الشمس بنروح وراها. صباح اليوم مميز، بس بدك تيجي معي عشان يصير عن جد حلو. بدك سكر؟ أنا السكر. أريج قد إيه كان عندك ضغط إنه تعملي البيت شكله حلو للتصوير بس بنفس الوقت كمان مريح؟ يعني بالنهاية انتم ساكنين هون. هلا شوفي، ما كان انه كثير ضغط، لانه انا بطبعي انه بحب البيت يكون مرتب، بحب يكون حلو، وانا منذر كمان بنحب يجي عندنا ناس، فالبيت لازم يكون جاهز للضيوف وللتصوير. نطلع على غرفة الاحلام. قصدك الدريسنج روم؟ غير شكل. قصدك الدريسنج روم؟ يلا، هاي احلى مكان بالبيت. يلا. أريج يمكن من أكثر الألوان اللي بتلبسيها فوشيا، صح؟ واضح إنه في سيطرة من اللون الفوشيا على الغرفة كلها. طب أريج، يمكن في سؤال دائما يعني بتبادر لأذهان المتابعين، إنه الإنفلونسرز المتخصصين بالفاشن شو بيعملوا بكل هالتياب بس يخلصوا منهم؟ هذا كمان السؤال أنا أصلا كثير بيجيني. هلا بتعرفي لين إنه في تياب أصلا بتكون إنه مثلا إعارة من دور الأزياء، فإنه بعد مثلا حفلة أو الإيفنت أو شيء هيك بنرجعهم. في التياب اللي أنا بلبسهم بتصور فيهم إذا بعدهم جداد وبحالة منيحة إنه فيني أعطيهم ل اي حدا من الناس اللي حوالي، وطبعا بقدر اتبرع فيهم 100%. لينو لسه ما فرجيتك باقي البيت. يلا، يلا. اصلا لسه عندي كثير على القعده، ما ورانا شيء. اريج، كل متابعينك بيعرفوك من خلال السوشيال ميديا وانت حدا مو غامض، بس مين هي اريج الحقيقيه يلي برا السوشيال ميديا؟ لين، يعني انا السوشيال ميديا انه اكيد هو شيء انا كثير بحبه وبستمتع فيه وشيء انه هيك بيقربني من الناس، بس بالاخير انه كمان هذا شغلي. برا الشغل انا انه بنت مثلي مثل اي حدا، عندي بيتي، عندي مسؤولياتي، عندي اهلي، اهل زوجي وزوجي والضيوف واغراض البيت واشياء البيت، عادي بمارس انه حياتي مثل اي حدا، بهتم، بطبخ، بسوي، بنظف، برتب، بعزل. برايك شو احلى صفه باريج وشو اسوأ صفه باريج؟ مش عارفة، هو يعني كثير صعب أجاوب على هذا السؤال عشان بتعرفي الواحد ما بيزبط يمدح حاله، بس إنه كثير إنه بحب إنه كيف باخذ المواضيع بطريقة منطقية، إنه ما بخلي العاطفة تبعتي أو العصبية أو الحماوة توديني لقرارات غلط. شوفي، هو هذه الصفة السيئة فيه هي منيحة للعالم بس سيئة لإلي، لأنه عم بتعبني كثير، إنه بحب كل إشي يكون بيرفكت، وهذا بياخذ من وقتي ومجهودي وطاقتي وتفكيري، مع انه هالشغل ممكن اسويها بوقت ومجهود كثير اقل، والفرقيه انه ما حدا رح ينتبه عليها، بس انه انا خلص بدي كل شيء بيرفكت وما بحب حدا يساعدني. اريج، مثل ما شايفين بالمكان اللي نحن فيه ما شاء الله في 3 لوحات لمنذر بس وما في ولا لوحه لاريج، فبهالمناسبه بدي اسالك اذا طلبنا منك توصفي منذر بثلاث كلمات شو هن؟ منذر حدا كثير طيب وكريم، وبحب فيه كثير انه هو بحب الحياه، يعني بحب المرح وهيك، يعني بحب اقضي وقت معاه عشان نتسلى مع بعض كثير. هاي، انا كثير بحب فيديوهاتك. عن جد الفيديوهات اللي بتعمليهم كثير بضحكوا حياتي. شكرا يا قلبي. بقول لك دي كفياره؟ مين اللي كانت سلمت عليا؟ بقول لك دي مشهوره بطريقه غير طبيعيه على تيك توك، كل حاجه بتروح فايرل. ايوه، فايرل. ايوه، كل حاجه بتروح فايرل. راحت فين؟
مشغولة عندي. بصي بصي البلاوي اللي عمالة تتحدث عليها كتير قوي. انت عارفة بقى الشغل اللي ما بيرحمش. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. لازم يوم نعمل تيك توك. من فترة نشرت هذه المرعي فيديو بضحك شوي عن البنات والايفنتات كيف بيكونوا انواعهم وكيف منهم كثير بيجاملوا الى اخره. بتحسي قد ايه هذا الفيديو صح؟ هلا هو صح لانه بيعتمد على الشخصيه. في ناس الشغله بتعرفي شو صار، انه الناس صارت هلا كل شيء عم تحطه على السوشيال ميديا، بعد السوشيال ميديا من قبل السوشيال ميديا هاي شخصيات. في ناس هيك طبعهم بالجمعات مثلا الاجتماعيه او هيك عندهم هذه المبالغه والنفاق وكذا. بس الفكره انه هلا صار على مستوى اعلى يعني، وصار مكشوف قدام كثير ناس، وهذا الفرق بس.